أنا اسمي The Arabian Superstar حكيم وكور. بين اسمين، واحد منح له في الولادة والثاني حينما ولد كمصارع على حلبات القتال في أوروبا والعالم، يقدم وسيم عازم على تبني اسمه الفني حكيم وقور بكل فخر واعتزاز. اخترنا اسم عربي The Arabian Superstar حكيم وقور. وسيم عازم هاي اسم الدار بالعيلة مع الأصحاب، يعني ما هي كل مصارع محترف له اسمه الاحتراف يعني. حكيم ابن مدينة الطيبة انتقل إلى ألمانيا لدراسة طب الأسنان، إلا أن عشقه لرياضة المصارعة وضعه أمام اختيار صعب، إما استكمال دراسته أو تحقيق حلمه باحتراف رياضة المصارعة، فكانت الغلبة للأخيرة على حساب دراسة الطب التي كان على وشك إتمامها. ليحقق في مجال حبه نجاحات عالمية لم يحققها من قبله عربي آخر. أنا متابع رياضة المصارعة من عن الطفولة يعني، وهذا يعني حلم حياة، هذا وين يعني لما كنت تيم بالبلاد ما كنتش أحلم فيه يعني ليش إني أمارس رياضة المصارعة. فأنا هناك يعني القرار بدك تأخذه، يعني بدك يا بدك تكمل بالطب وهذا أسلوب حياة ثاني، يا بدك تفوت الرياضة وبده هذا أسلوب حياة ثاني، بده تمويل للتدريبات، بده شغل، وبدك تحط التعليم على جنب. فأنا القرار ما كان سهل وأنا اخترت الرياضة. يفتخر وسيم بأصوله العربية ويطمح أن يخلد اسمه في صالات المصارعة الحرة حول العالم ويصبح وجهه منتظما في العديد من البطولات. شعوري لما الجمهور بأوروبا وبالخارج لما يهتفوا باسمي ويصرخوا باسمي كعربي مسلم The Arabian Superstar، شعوري طبعا بالفخر، ببكى فخور أني وصلت لهذه المرحلة. يسعى وسيم عازم أو كما يعرف باسم الشهرة بحكيم وقور لزيارة التوعية لرياضة المصارعة الحرة التي لا تمتلك شعبية كبيرة في المجتمع العربي. وسام كبهة من مدينة الطيبة لقناة A24 News.